أهلا بكم. ضفنا اليوم في هذه الحلقة وهذه المسيرة مع أعلام ومشاهير قراء القرآن الكريم، يكفي فقط أن نذكر اسمه، هو فضيلة الشيخ مصطفى إسماعيل رحمة الله عليه. الاسم فقط يكفي. حينما نسمع اسم الشيخ مصطفى إسماعيل تأتي إلى أذهاننا وتتداعى الأفكار، وأيضا تأتي المشاعر في القلوب من تلاوته للقرآن الكريم. فكان بحق هو الحنجرة الذهبية، هو ملك المقامات، أتقن قراءة القرآن الكريم وتلاوته 19 مقاما موسيقيا، فتربع منذ ذلك الوقت البعيد وحتى اليوم، وإلى ما شاء الله على عرش التلاوة في مصر والعالم كله. فضيلة القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل رحمة الله عليه في مصر دولة التلاوة. الشيخ مصطفى إسماعيل أسميناه بصاحب المقام الرفيع. كان الشيخ مصطفى إسماعيل رحمه الله صاحب مدرسة متميزة في دولة التلاوة، أتم تجويد القرآن وتلاوته بالقراءة العشر، وعمره لم يتجاوز 16. كان يمتلك من الذكاء ما جعله يستمع إلى كل المدارس التي سبقت، مثل مدرسة الخشوع والإحساس التي أسسها الشيخ أحمد ندى، ومدرسة التصوير النغمي التي أسسها الشيخ منصور بدار والشيخ الشعشاعي، وعمل مزجاً جميلاً بينهم قبل أن يضيف فكراً جديداً ليؤسس مدرسته الخاصة في دولة التلاوة. رحم الله صاحب المقام الرفيع الشيخ مصطفى إسماعيل. برحب بحضراتكم مشاهدينا الكرام، وبرحب بفضيلة العلامة العالم الجليل الأستاذ الدكتور علي كمعة. أهلا بكم صاحب الفضيلة. أهلا وسهلا بكم، مرحبا بحضرتك. النهاردة سيرة ومسيرة علم من الأعلام ونجم في سماء قراءة القرآن الكريم وتلاوته، فضيلة الشيخ مصطفى إسماعيل صاحب المكانة الرفيعة في القلوب. أولا حضرتك تقول عليه إيه، وتقول إيه على مفاتيح شخصيته ومدرسته في التلاوة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن ولا. اشتهر الشيخ مصطفى إسماعيل بلقب عبقري التلاوة، صحيح، لكن أنا عايز أديله لقب تاني من عندي كده، هو بس يعني عن دراسة وعن تتبع، صاحب المقام الرفيع. الله، فعلا صاحب المقام الرفيع، لأنه الحقيقة هو ولد 1905 وانتقل سنة 78 عن 73 سنة. الشيخ مصطفى إسماعيل قرأ 19 مقام. بقول لك تتبع انت بقى مصطفى إسماعيل وحلل، ها، تحليل علمي الصوت بتاعه والأداءات بتاعته. وحكى اسمع أنه هو بيقرأ القرآن الكريم بتمكن بالمقامات، لكن 19 مقام، فكان فريدا وحيدا كده هو. فكان عبقري، عبقرية مذهلة، عبقرية الإنسان الفنان العميق الواسع. عايز أقول لك برضو لقب تاني زي صاحب المقام الرفيع، أقول لك أكتر من كده، منحة الإله. الله، فمنحة الإله دي ملهاش أي تصرف إلا شكر النعمة طبعا، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فالشيخ مصطفى إسماعيل كان من نعمة ربنا علينا. نشأ في طنطا ودرس وحفظ ورتل وقرأ وتمام التمام، لكن جه القاهرة
وجه القاهرة والملك بتاعنا كان الملك فاروق. في اليوم ده هيذاع القرآن الكريم من مسجد سيدنا الحسين بتلاوة فضيلة الشيخ الكبير عبد الفتاح الشعشاعي، وسيستمع لهذه التلاوة وجنب الراديو جلالته الملك نفسه قاعد بيسمع التلاوة. الملك نفسه قاعد بيسمع، وهيسمع بقى الشعشاعي ها جنب الراديو بقى. الشيخ الشعشاعي عطله شيء، ادي المنحة الإلهية اهي، لو كان حضر خلاص ده أبو كل ده ما فيش. وبعدين هو كمان معتمد في الإذاعة فما فيش إشكال. مين وراء إنه يقول له تعالى يا بني علشان أعرفك على القراء في القاهرة؟ الشيخ الصيف الله يرحمه قال له مصطفى إسماعيل رضي الله عن الجميع تعالى. فساب 100 غزال اللي هي القرية بتاعته وجه استجابة لدعوة سيدنا الشيخ الصيفي علشان يعرفوا بالقراء وجو القراء ودولة القراءة في القاهرة. جه الشيخ مصطفى وبعدين بيبص وما لقوش عبد الفتاح الشعشاعي. الله، ده احنا هنزيع دلوقتي، الحكاية ما هياش هزار. وجلالته بيستمع، قال لهم خدوا الشاب ده يقرأ وعلى ضمانتي. قالوا بس ده مش معتمد، نمرة اتنين ما احناش عارفينه، مين مصطفى اسماعيل ده؟ ده أول مرة يعني. قال لهم خدوه على ضمانتي، أنا عارف أنا بقول إيه، له كلمة هو على الناس دي اللي هما بتوع الإذاعة. مصطفى اسماعيل يبدع ويجيب وهو عبقري التلاوة الذهبية بتاعته، الذهب المقامات بقى الذهب 19 مقام بس مش في الوقت ده يعني كله. انا بقول على مر حياته بيقرب 19 مقام. جلالته اتبسط اخر انبساط، اكيد قال له يا مراد باشا هات لي الجدع ده. مين ده؟ مراد باشا كلم واحد كان اسمه محمد باشا سالم، ومحمد باشا سالم ده قال له يا محمد هات لي الراجل اللي بيقرا ده. راح زي ما المصريين بيقولوا في صلقط في ملقط يدور على الراجل ده، كل الناس يقولوا مش عارفينه، الإذاعة بتقول مش عارفينه. الله، طب ولما ما انتوش عارفينه بتجيبوه ليه؟ يقرأ ليه؟ منحة إلهية. سبحان الله، منحة إلهية. وراح فضلوا يدوروا عليه لغاية ما لقى مأمور المركز وعمدة 100 غزال وكده هاجمين على البيت لأن الخاصة الملكية عايزاه. فالعمدة بيقولوا أنت عملت إيه يا مصطفى؟ عملت إيه يا ابني؟ قال له أنا ما عملتش حاجة، ده الدنيا مقلوبة بره. الدنيا مقلوبة بره على هيئة الإيه المقبوض عليه علشان يروح. لما راح القصر قابله مراد باشا محسن وقال له مبروك، أنت بقيت القارئ الخاص للمنتزه وقصر التين بالأسكندرية التابع لجلالته. الله الله الله. ورفع السماعة على سعيد لطفي قال له قارئ الملكي تذاع قراءته في الحياة. قال له حاضر يا مولانا، ما خلاص ده كده تعين. فهو القارئ الوحيد الذي عين من غير لجنة الاستماع. الله الله، دي كلها منح ربانية. طيب ممكن نعرف بقى بعد ما راح ايه اللي حصل؟ بس بعد الفاصل في الإذاعة. في الإذاعة نقول في الإذاعة بعد الفاصل إن شاء الله. شكرا جزيلا لحضرتك، أرجوكم خليكم معنا.